قلب ساقية الزيت غير بعيد عن ولاية صفاقس عاصمة الجنوب. لا تزال عائلات كثيرة تعيش تحت خط الفقر. بؤس يلاحظه كل من تقع عيناه على باب المنزل الذي لا يستطيع أن يحمي سكانه من أي طارئ، لأنه في حاجة ماسة هو الآخر إلى الحماية. منزل يفتقر إلى أبسط مرافق الحياة، فلا يحميهم من برد الشتاء ولا يمنع عنهم حرارة الصيف. مش قاعد وين نحبيب ربي، راهي كانت الكل حجر وكانت الكل مصوبة وما كانش عندنا مصوب. عندنا كانت هذه كانت كويجنا، وادي ببيتا هيك وين كنا ساكنين. يا ربي سبحانه ليلى داوى جاب ولاد الحداد وقعدوا لنا شويه كوا ومشاو على ربيحاتهم، وربي يحييهم وربي يبارك فيهم. الناس الكل قعدوا لكم يظهر لي الدار مازالت تستحق اللهوة اكثر، على الاقل باش تنجموا ترقدوا فيها. والاثاث يظهر لي ما فماش اثاث. عندناش بنيتي اللي عندنا وقدامكم تنجموا تصوروا بنيتي، ما فهمتش. واحنا كولي اعطونا ربي الحمد لله يا ربي احنا برك من غيره. ما عندكمش فريجيداره؟ لا ما عندناش، نمشي. ساعات ايش عندنا مثل بنيتي؟ كان يجيبوا لنا ناكلوه. كان ظل في مخن ولا حاجه الظواهر تاكل دجاجه ولا حويجه. حبيتوا ساعات من غير عشاء؟ تواتي والله يا انا راجل كبير ما نجمش نحلف لك تواتي قبل ما تجي الدنيا. راني مبات بلاش ما نكذبش عليك. ما عنديش واتير، ما عنديش لا ماء. ما عندكمش تواليت؟ ما عنديش تواليت من البيع. يضحكوا عليا، اللي يدخل يضحك عليا. ما يحقروني. ثم امراه الله يكثر منها الناس ويرحم بوها ويجعل وين تمشي تربح. تعاوني في البنيه، تعاوني في انا. هذه العينه من العائلات المعوزه لا تعاني الفقر والخصاصة فحسب، بل ما زاد حياتهم بؤسا مرارة ولوعة المرض. هذه اختي بنية يتيمة وعندي جلسة تمشي. هذه مرة مريضة بالأعصاب، وهذه بنية يتيمة عندي وأنا في وسط أحباب ربي يعطيونا ناكل ونشرب والحمد لله يا ربي الحمد لله. نشرب في دوال الأعصاب هذا القطاري ودواء النوم. نحو علي دواء أخر وأعطوني دواء أقوى خاطر ما نخرج الثنية وقالوا إذا قطع في ما جبتش. أنا إذا قطع كيف يروح وبرا نضرب روحي. أخي زادوني دواء أقوى ما حبوش يعطوني برشا، معناتها ينقصوا لي في الدواء. لا ما حبوش يعطوني تو الكرني تاعي تو حضر تو قد يصلي. عندي السكر عندي الدم وما عندي ديما الدم طايح. دي بنية هذه ما متوفية تمشي وجابوها هذا خدوها عندي. قد ما قد تكبر يجوزوها ما يصيرش. انت في حالة تسمى اجتماعية صعيبة وزيد تربي بنية صغيرة عندها مستلزمات عندها حليب عندها كوش، هذا الشيء ما يزيدش يتعبك؟ ما تعبنيش احباب ربي ياسر واعطوها وناكل من جرتها. ما نكذبش عليك ناكل من جرتها. من دي دخلتي قصاية ما جاني الحمد لله. الحمد لله يا رب. مشيت للشيخ، مشيت لهادي المرشدة، جا ربعة طرق، مشيت لها كي المرشدة كي مشيت للمرشدة كي شي، اللي هذا يلطني يقول لي ما ثميش، ولي باهي بعدنا ما نرجع جمعة يقول لي يا خويا ما ثميش. قداش عندك عندي تقريبا العوام ولا زاد، وين نمشي لمنجي. قداش عندك في الحالة
عندي توا 6 سنين. شنو النداء اللي تنجم توجهه للعباد هذوما ثماشي ما يعاونوكم؟ احنا ان شاء الله يعاونونا اول حساب بالخير، وربي يعطيهم الخير والقوه والصحه والنظر، ويعطيهم ربي طريق السلامه، يعطيونا شويه الماء ويكحلوا لنا شويه الكويشنه هذيا. تو هذاك اللي يتوضب على ربي، باقي تعالى ربي راهو ماهوش على ثمشي، وربي يحييهم وربي يبارك فيهم. انا نطلب على ربي يقعدوا كوجينتي كيف العباد، ودخلوا السباله ويعطيني تلزه كي العباد، وفي الزيادة حد صغير نحط حد شوية ماكلة ولا شوية حليب البنية كو هكاش نطلب من ربي حاجة بحاجة. نداء استغاثة تطلقه هذه العائلة إلى السلطات التي يهمها الأمر وإلى أصحاب القلوب الرحيمة، عسى أن تجد لديهم حلولا وإن كانت بسيطة لحالتها الكارثية.